لان انا بحيي ما انت ما انت ما انت وثيقتك يا استاذ شادي وثيقتكم ايه لم تنتشر لان سيادتك زي ما بقول لك ليه وثيقتك لا 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 حضرتك كده مثلا بعتنا لدريم دريم ما حدش عبرنا فيها خليني اقول لك يا استاذ وائل ما حدش عبرنا فيها اقول لحضرتك ليه وثيقتك على الهوا ولم تنتشر الكاش الوحيد اللي كان واقف معانا استاذ وائل ليه لما فكره تنجح وتنطلق من تكون مقدمه هو حد قال لك انه تمرد يا باشا انا مش ضد تمرد هو حد قال ان التمرد هي 30/6 انا ايوه الكتاب بيقول كده لا لا نظر مقدمه نظر يعني مقدمه اللي مكتوب في الكتاب حضرتك مشكلتك انك ما قريتش اللي مكتوب في الكتاب خليه حضرتك امال حضرتك بتتحرك على اساس ايه ما لسه هيبعت لهم تمرد اداه من الادوات التي انتجتها اللي اتعمل اصلا ثوره 30 طب الحاله الثوريه ل 30 يونيو كده كده كلنا بنتكلم تمرد احد الادوات التي انتجتها الحاله الثوريه لثوره 30 يونيو استاذ وائل تمرد نتيجه وليست سببا ازاي ازاي النتيجه بتيجي قبل السبب ازاي ازاي يا فندم زي ما مجيء سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس كان نتيجه ثوره 30 ما تقول لنا اسم اللي اختار 30 ما تبخسوش الناس حقها في واحد مصر اسمه مصطفى السوسي هو اللي اختار اليوم ده يا سيدي انا عايز اقول لك على حاجه انا عايز اقول لك على كل الناس اتحركت في اطار يوم 30 يونيو اللي حركته تمرد كل الناس اتحركت في اطار التوقعات اللي جمعتها تمرد أنا مش كل الناس مشيت بخطه ثابته على تمرد كان في مظاهرات في 17 مايو كل القوى لو ما كانش في تمرد جاي يا استاذه للتاريخ 17 مايو المظاهرات اللي دعت لها القوى الوطنيه لا لا خلينا بس لا لا معلش يا جماعه انتوا كده النهارده كاتب تمرد الاصوات هتتداخل يا جماعه الاستاذ يا استاذ شاهين مع احترام كاتب ايه كاتب النهارده بيقول يا جماعه ده انا غيرت التاريخ وانا ما اعرفش وبيهزر يعني هو معترض على زكر في هذا الكتاب ما حصلش ارجع بس للي كتبه حسن بيقول احنا عملنا حاجه كويسه ودخلنا التاريخ ولكن الاهم عندي ان الثوره تنتصر بالمناسبه يعني وبغض النظر يعني ايا كان اللي اعترض واللي ما اعترضش انا بقول لحضرتك هل لا أنا بقول ايه هو الغلط في ده اقرا الغلط وقول لي ايه الغلط في اعتراض حضرتك التاريخي عليه حضرتك ما قريتوش اصلا بتقول لي اقول لك انت قريت الصحافه انت ما قريتش المكتوب يا محمود هل انت قرات الموضوع مكتوب انا عايز اقول لحضرتك ليه لا يا استاذه ريهام قولي لي انت ليه 17 مايو وكانت بعد تمرد بثلاث اسابيع وكان تمرد جمعت اكتر من 2 مليون توقيع مظاهرات 17 مايو دعت لها كل القوى الثوريه تمرد ما دعتش ليها ليه ما عملتوش الثوره في 17 مايو الرئيس عبد الفتاح ليه الناس كلها استنت 30 يونيو الميعاد اللي حددته التمرد ليه الناس استنت كمان 15 مليون توقيع ليه الناس كانت بتقعد تتابع عدد التوقعات اللي احنا جمعناها ليه الناس كانت بتجيب من كل لما هكمل من محمود ليه لما المجلس لما بعد بيان 3/7 البيان الشهير يعني حينما تم جمع القوى السياسيه والوطنيه مؤسسو تمرد كانوا في هذا يبقى اذكر البراد يا كمان في الكتاب بقى ما سيادتك بقى اللي كانوا موجودين في هذا اليوم يبقى حاطين لي البراده كمان في الكتاب سيادتك يا فندم اي حاجه ده المفروض بقى سيادتك يا فندم اي حاجه هتتكتب عن 3 يوليو وحزب النور كذلك كل المجموعه اللي حضرت حزب النور اللي بيمارس مشاريع حقيقيه مظاهره ضد الاخوان تختلف بقى انت تتخلف يعني لما تيجي تكتب الذين حضروا اجتماع 3/7 عشان هتذكر البراده وتذكر عشان في شخصيه اختلفت معها مش هتذكرها اكتشفت انها هناك او انها تلعب دور او اكتشفت انها تلعب دور المتالق حينما تكتب التاريخ شيء بعيد عن دكتور البرادة يا استاذ وائل انا اذكر حزب النور اللي ما نزلش منه عنصر واحد ضد الاخوان في ثوره 30 التاريخ يذكر كل العظماء سواء لا كانت لا احداثهم لا العظيمه سيئه او جيده هو حال التاريخ دايما ايه انه يذكر بالمناسبه القادة اي ولا يذكر الجنود ممكن واحد ولا يذكر يا استاذه يعني في الثوره الفرنسيه يعني مرابو رمز الثوره اكتشفوا انه كان عميلا للملكيه طلعوا قبره ورموه طلعوه من طلعوا رفاقه من قبره يا استاذ وائل لازال الزعيم عبد الناصر لازال لما بنقول ثوره 23 يوليو بنقول زعيم عبد الناصر لازلنا بنقول كده ومحدش معترض ولا حد اخذ بعد التاريخ عبد الناصر نفسه الشعب ما قالش القوات المسلحه ولا قال انا على فكره عبد الناصر نفسه على فكره في رسائل تم ارسالها للشعب بشكل غير مباشر قبل ثوره 30 بايام طمنته عشان ينزل وانا مسؤوله عن كلامي ده لاني انا بزعم اني انا كنت في التوقيت جاي يا استاذ ارجوك سيبني اكمل فريق السيسي ارجوك سيبني اكمل فريق السيسي نفسه قال ان الشعب ان القوات المسلحه مش هتتحرك خلاص اتكلم لوحدك اتكلم لوحدك المصريين هم اللي انا بقول الشعب اخذ رسائل تطمينيه للنزول لا يا استاذ خلاص اتكلم لوحدك الحمد لله احنا كنا الناس اللي عملت فكره حضرتك وغيرك مشوا معانا استاذ هاني عشان بس استاذ هاني ما نسيبوش على التليفون تاني ويقفل معانا استاذ هاني طب احنا امام بلاغ ضد وزير التربية والتعليم يطالبه بسحب الكتاب على اعتبار انه صور مؤسسي تمرد في الكتاب بالاضافة الى انه هو كتب يعني ايه ثورة يا استاذ هاني؟ كنت خليني بس اسأل ما يا استاذ شادي وانت بالاضافة لانه كتب في الكتاب انه مقدمة الثورة
أو نذر الثورة كما بالتعبير بدأت بتمرد يعني. كيف ستتعاملون مع بلاغ من هذا النوع؟ والله طبعا صاحب البلاغ له الحق في أن يتقدم بالبلاغ كيفما شاء، لكن أنا أؤكد وبكل قوة وبثبات وبوعي أيضا، بوعي وطني وبوعي قومي وبضمير مهني، أنا بقول وزارة التربية والتعليم لم تخطئ على الإطلاق، والسطور اللي مكتوبة ممكن نقراها بهدوء ونشوف إن كان في خطأ من عدمه. يمكن هم شايفين اللي الدنيا كلها مش شايفاه، مع كامل احترامي طبعا للأستاذ شادي والأستاذ ريهام، أنا ما فيش بينه وبينهم حاجة، كل احترام وهي اختلاف وجهات نظر، ودعونا يعني وفقا لثقافة الرأي والرأي الآخر. أنا مش زعلان منكم، زعلان إن أنا أقول أعيب، يعني حينما أعيب يبقى أو أعيب يبقى اللي قصادي ارتكب عيب. وزارة التربية والتعليم ليس دفاعا عنها، لم ترتكب عيبا، تحدثت بجمل محددة ليس فيها عيب على الإطلاق، وتحترم كل الآراء. طيب. وأهلا وسهلا ريهام، عايزة تعلقي الحاجة على الأستاذ هاني قبل ما يسيبنا وفقا للإجراءات. طيب. أنا عايزة أقول للأستاذ هاني إن كان من الإنصاف إن أنت زي ما ذكرت تمرد تذكر الآخرين، وإن بشكل يعني ما تقولين حضرتك مين الآخرين ثواني دول. ثواني مين الآخرين دول يا سيدي؟ حركة المنصرة تهرنت هاني الجبالي عظيمة تمام ورائعة. من أجل الجمهورية حركة، وفي حركات لا كتيرة وكله حركة اشتغل، حركة التحالف من أجل الجمهورية كانت بتحشد لـ30 يونيو مش كانت بتجمع استمارات؟ نعم حركة الجمهورية. أنا ما ماليش دعوة بالوثيقة بتاعتك، أنا بتكلم على استمارات، أنا بتكلم على حراك. لا الوثيقة مش بتاعته يا وثيقة التمرد يا أستاذ، أنا مش بتكلم على وثيقة التمرد، الوثيقة ما بقتش بتاعتي أصلا يعني. الوثيقة من ساعة يعني أنا أكمل ولا أنت تاخد وقتي ووقتك؟ الحواري والشوارع بقت بتاعتهم ونديك وقت شادي كمان. لا ما أنت عشان قلتي إنه كان لازم يكتب ناس تانية هنا انا عايز اعلم الشباب واديهم القدوه يا استاذ وائل. استاذ وائل انا عايز اعلم اجيال واديها القدوه يعلمها صح، يقول انا مش قد ده انا اعلمها بقى خالص، يعلم الاجيال صح يعني واذكر التاريخ بحق وبانصاف. هنعلمها على مزاج حضرتك والا بقى ان انا انسحب من المهمه دي. بحق وبانصاف ممكن اقول له كلمه؟ لا كده بحق وبانصاف ابخس ناس كتير حقوقها. حضرتك اكتبي التاريخ اللي على مزاجك يكون شوية. لا 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 لكن لا انا معنية بدولة تذكر ان هذه ابدا انا ما اكتبش تاريخ على مزاجي ابدا، انا معنية بدولة هي التي تكتب التاريخ. عبد الفتاح السيسي نفسه في جريدة المصري اليوم اول حوار نشر بعد ثورة 30 يونيو ارجع الحوار. أيوة هو كمان ذكر بالاسم حركة التمرد والدور الذي قامت به. بس ارجع حضرتك يعني هل دلوقتي لو سالنا سياده الرئيس اننا لم نتصل بشباب التمرد الا يوم 3 يونيو؟ هل دلوقتي لو سالنا سيادة الرئيس اللي هو بيجمعنا كلنا مش بيفرق؟ أنا بقى بقول لك لو سألتي يا فندم وإنت كان دولاب الدولة عند حضرتك جهاز المخابرات تمرد بس اللي كانت بتشتغل ولا لا؟ هيقول لي استحالة. هيقول لك إن تمرد من الناس، هيقول لك إن تمرد لأنه منصف، هيقول لك إن تمرد هي التي قامت بالفعل الرئيسي زي ما قال في حواره في المصري. طيب الكلام ده مش صحيح، مع احترامي للرئيس قبل ما الرئيس قال كده الكلام ده مش صحيح قبل ما الأستاذ هاني مش بالفعل الأصلي ولا حاجة. الرئيس قال كده مش بالفعل الأصلي. أستاذ هاني أنا بس عايز أقول لحضرتك إن اللي كتب هذا الكلام في كتاب التاريخ المدرسي شخص لا يعرف معنى الثورة. كلمة الثورة ليس لها أي قيادة. أستاذ كان يجب أن يقول أستاذ شادي ما تعريف الثورة؟ وبعدين أنت يا أستاذ هاني قلت نظر الثورة. لا معلش ثواني بحسسني أن الثورة دي مثلا في كتاب محدد على فكرة بقى عشان لعلم حضرتك الثورة لها أكتر من تعريف خلص بس خلص. ومعظم علماء الاجتماع والأساتذة اللي كتبوا في علم الثورة ونظر الثورة كمان لها أكتر من تعريف. حضرتك قول لي بقى ونظر الثورة لها أكتر من تعريف؟ أو نظر الثورة، نظر الثورة واحدة ووحيدة. هل كانت نظر الثورة بس تمرد؟ ابدا انت مضلل للتاريخ. ايوه انت المضلله للتاريخ، انت مضلل للتاريخ، انت اللي مش عايزه تعترف. انا مضلله بايه؟ انت بتبخسي مضلله بايه؟ ده انا بذكر حق التاريخ. ناس الوزاره لا افتكرتهم ولا جابت سيرتهم حضرتك ولا الاعلام عايز يتكلم عنهم. انا اديتك مثال لحركه واحده حلو قوي. كانت بتشتغل على حركه واحده يا استاذ، كانت بتشتغل عليه قبل 30 يوم، كانت بتشتغل لازاحه الاخوان من الحكم. حلو، كلنا كنا بنشتغل لازاحه. انت انتخبت ليه انتخابات مجلس الشعب يا كنت بتزيحوا 2013 انتخاب 2012 انتخبت انت جاي تحقق ما انت ما انت كلنا كنا نحمل وثيقه تمرد. لا معلش يا استاذ احب اعرف هو انتخب مين. لا انا قلت انتخبت مين؟ انا ما انتخبتش مرسي. انا مال انا انتخبت مرسي؟ لا عمري انتخبت اخواني ولا عمري انتخبت مرسي. انا انتخبت بعد كده استاذ هاني عشان اندم بعد كده وقرر ازاي انا هخلع
متوقعة على استمرار التمرد وأنا ليه؟ وأنا كنت بفكر كل الحركات بتاعتك دي كانت بتشتغل على تمرد على أساس إيه؟ يا سيدي لأن يعني؟ فيها إشمعنى يوم 30 كان هناك يونيو؟ هدف وحيد أوحد كان يوم... لازم. طب لما دعيتوا للتظاهر يوم 25 يونيو زي ما حضرتك بتقولي ما خلصتش أنا ما دعيتش للتظاهر يوم 25 قلت فيه إحنا دعينا يوم 30 يونيو بقى وخلص في 3 أيام. أستاذة هاني أستاذة هاني عشان قبل ما تسيبنا حلو قوي ده تعليق أخير اتفضل. أستاذ هاني تعليق أخير يا أستاذ وائل طبعا بشكر حضرتك وأنا سعيد أنا بتكلم مع شخصية إعلامية متميزة الله يخلي حضرتك وبشكر سادة ضيوف الشادي أستاذ ريهام أستاذ محمود أنا بالمناسبة معرفش الثلاثة عشان بس ما تبانش إجابتي إنها تنحاز لفريق آخر إحنا كلنا مصريين وكلنا أو حد يكلمك يقول لك أنا اتوسط لي وبتاع نزل صورتي في الكتاب هم وجهة نظر بس إحنا بنأكد لهم احنا بنؤكد اهو بهدوء وزارة التربية والتعليم لم تتجاهل احد وزارة التربية والتعليم ذكرت نماذج فرضت نفسها على الواقع السياسي والواقع لو نزلنا للشارع دلوقتي وسألناهم ببساطة ايه اللي دعاك وحركك انت عملت استطلاع راي انا استاذ هاني انت عملت استطلاع راي كل الناس بنسبه هو حضرتك قلت لي كلام مؤسسين تمرد واحنا ما نعرفش محتاج استطلاع راي هو التاريخ في راي استاذ شادي اصلا اكتر من تمرد ثلاثة انا خايف يا جماعه بهذا خايف بهذا الكلام يا استاذ شادي يا استاذ شادي بس انا بس خايف بهذا الكلام يعني احنا بنقول ان في ناس بتقول خلينا بس خلينا بس ان انا احول وثيقه التمرد التي تحولت الى وثيقه شعبيه استاذ وائل وتاريخيه ووطنيه بقيت احولها لعدو ان حاله الثوره ان حاله الثوره لا تكون ولا تحدث لا بخطابات حماسيه ولا باوراق ولا بتوقعات عشان كده نجح التمرد لازم تكون لا يا استاذ وائل تمرد زي ما قلت حضرتك تمرد نتاج لحاله الحاله الثوريه اللي كانت ماليه وجدان وعقول المصريين نقوم نلغيها نشطبها انا ما بقولش الغيها انا بقول اذكر التاريخ زي ما هو ما اختزلش يا استاذ وائل انا بقولك على السطر مكتوب كده يا استاذ وائل لا كان ممكن يبقوا سطرين ثلاثه يا استاذ وائل صح يا استاذ هاني ازاي ممكن الوزاره تتعطف على كل شباب المصري بسطرين كمان من الكتاب في مصر يا استاذة في اكتر من 350 ائتلاف لو كنا ذكرنا 2 3 غيرهم كان هيبقى نفس المشكله لا. لكن كل الائتلافات دي كانت بتشتغل على جمع استمارات تمرد تقدري تنكري دي تقدري تنكري دي كل جبهة الانقاذ اشتغلت على جمع استمارات تمرد على فكره يا استاذ هاني كل التحالفات اشتغلت على جمع استمارات تمرد كل الحركات الشعبيه اشتغلت على جمع استمارات تمرد تنكر مجهودات شباب اخرين دفعوا عشان البلد دي كتير من قبل ما تكون موجوده حاجه اسمها تمرد او غيره يا استاذه مش بتزعقي يا استاذ هاني ارجوك كل الناس دي اشتغلت انا ما بعلاش على سلوكك ولا على اسلوبك مش هتعلمني اتكلم ايوه ازاي. ما هو برضه مش كده مش هتعلمني اتكلم ازاي استاذ هاني مش هتعلمني اتكلم ازاي بتهربي من السؤال انا مش بهرب من السؤال ولا انا بهرب منه انا مش بهرب من السؤال بسال حضرتك كل الحركات الشبابيه دي وجبهه الانقاذ وغيرها كانت بتشتغل على ايه مش على تجميع استمارات تمرد جبهه الانقاذ عملت ايه شوف بتدخل في امور فرعيه جبهه الانقاذ استثمرت على حساب الشعب المصري وانا مسؤول عن رايي انا مش بشتم انا بقول ما يخصنيش انا بس ما لو انت عارف لو جابت الانقاذ اللي عملت وثيقه التمرد ما نجحت هذه اللو. نجحت لانها بمعزل عن القوى السياسيه اللي الناس كلهم تابعوها انا لو كنت التمرد كانت وثيقه شعبيه وتاريخيه انا لو كنت قلت شباب مصري وطني اصيل وسكت تمام عمل الوثيقه والشعب التف حواليها و و و حتى اذاعه الاخوان يبقى انت بقى مش هو اللي مش عاجبك بقى ان تمرد كنت انت اللي مش عاجبك كنت انت كنت انت هديت كلمه تمرد قبل ما نزله الاخوان كانت تبقى الاستاذه بتقول انها حاجه عظيمه يعني انا لكن بعد ما اسقطناهم خلاص انا افهم نفوس شباب كتير يا استاذ وائل صدقني متالمه وحزينة اللي يرفع شعار اسمي مكتوب ده لا يستحق اللي يرفع شعار اسمي مكتوب لا يستحق ان يكون وطنيا الذي يبحث عن الوزاره ما قلتش الوزاره حطي لي اسامي فلان وفلان وفلان الذي يبحث عن انا ما قلتش كده وانا ببحث هو بيبحث وطنياً. عن اسم هو متمسك بيها لدرجه ان هو بيهاجمني بدون وجه حق بعد ما انتشرت استمارة التمرد بحوالي 4 ايام جالي تليفون من بنت من اسكندريه صديقتنا اسمها وئام حسين وئام قالت لي انا بعت لك حاجه على الفيسبوك شوفها فتحت لقيت ورقه قريبة الشبه من الورقة اللي الأستاذ بيعملها بس باسم تحالف تاني وكانوا بيدعوا برضو لنفس الفكرة وكان هي بتقول إن تاريخ الورقة قبل فكرة التمرد شوف البنت بقى المصرية العظيمة اللي قالت لي بس تمرد نجحت
وبقت موجوده في نجح. كل بيت. فاحنا دلوقتي واحنا قلنا لتمرد شخصي يا استاذ وائل هتبقى باسم تمرد وهنشتغل معاكم وعندنا توقيعات اوريدي خدوها وابنوا عليها وكملوا عليها. ده الفرق بقى يا استاذ وائل، انه يعني ربنا سبحانه وتعالى قال ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا. اعدلوا هو اقرب للتقوى. على فكره العدل فكرة. بيقول انت لو جاي الحلقه اللي قالت كده كل كل الناس اللي شهدت الوقائع كانت بتشكر. يوم 30 يونيو افتكر معايا يا استاذ وائل ويوم 3 يوليو كل من تحدث كان بيشكر في الاول حركه تمرد اللي نجحت انها تجمع الناس. ايوه الناس نزلت اتظهرت في نوفمبر احتجاجا على الاعلان الدستوري لم تنتهي لشيء. هي دي بقى المقدمات في اماكن كتير. هي دي بقى المقدمات والنظر. لكن حركه التمرد ببساطه نجحت انها تجمع كل هؤلاء. هي دي المقدمات والنظر. حركه التمرد نجحت انها تحط وراها كل الاضداد. يعني مثلا كنت بتلاقي مجموعات تابعه للفريق احمد شفيق وللحركه الوطنيه تجمع استمارات تمرد، كنت بتلاقي الاشتراكيين الثوريين و6 ابريل بيجمعوا استمارات دليل ان احنا هو وطنيين ومصريين ومش جاهزين. بتجمع دليل ان احنا معترفين بيكم ومجهودكم. ما قلناش لا واحده نسيوا كل حاجه ولقوا ان تمرد نجحت انها تجمع غضبهم جميعا. جمعت الاضداد يا استاذ وائل اللي مستحيل كانوا يشتغلوا مع بعض في اي حاجه هي اللي نجحت انها تعمل ده. هل بعد ده كله كتير علينا انه بيتحط صوره في كتاب التاريخ كتب ان تمرد عمل كده؟ مش لوحدك بعد ده كله مش لوحدك فضل هذه الحركه. ما انا احط صور على استاذ وائل. استاذ وائل كام شهيد راح عشان خد انا عايز اروح اداك الحاجه يا استاذ وائل. انا النهارده بقول لسياده الرئيس بعد اذنك يا سياده الرئيس انا عايز اعرف مين اللي قتل ال 16 شهيد في رفح في رمضان 2011. سيادتك يا سياده الرئيس كنت في التوقيت ده مدير المخابرات الحربيه وتعلم الكثير. انا كمصريه